السلام عليكم. دلوقتي هنتعلم مع بعض طريقة عمل إعلان ممول على الإنستجرام. في نوعين من الناس، النوع الأول محتاج إنه يعمل إعلان علشان يقدر يزود الفولورز بتاعه، وفي نوع تاني اللي هو عاوز يبيع منتج على الإنستجرام. فدلوقتي في الفيديو ده هعلمك الطريقتين مع بعض، إزاي تقدر تزود فولورز وإزاي تقدر تسوق للمنتج بتاعك، وكل ده على حسب الميزانية بتاعتك أنت، وعلى حسب ميزانيتك تقدر توصل للريتش اللي انت عاوزه. ما تصدقش اي حد يقولك ان انا هعملك ارخص اعلان موجود على الانستجرام، كل ده في الفاضي. في حاجة اسمها الميزانية، والميزانية دي هنفهمها مع بعض. يلا بينا كده نبدأ الفيديو، لكن ما تنساش الاول تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا. حضرتك ركز معايا كده في كل كلمة انا هقولها لك. دلوقتي هنتعلم ازاي تقدر تعمل اعلان ممول على الانستجرام. اول حاجه بتكتب عندك على جوجل زي ما انت شايف كده، بتكتب فوق هنا حاجه اسمها مدير الاعلانات. بتروح عندك على مدير الاعلانات وبتفتح الصفحه دي، تمام؟ هيظهر لك بالشكل اللي قدامك ده كده. يعني نضغط عندنا على انتقال الى مدير الاعلانات، وبعد كده تظهر لك الصفحه قدامك بالشكل ده كده. اول حاجه انت بتعملها انك بتضيف اموال او بتضيف الفيزا بتاعتك علشان تبدا تعمل اعلان على حسب الميزانيه اللي معاك. دلوقتي الميزانية بتاعتنا مثلا ونفترض ان هي هتكون 2000 جنيه. دلوقتي بتضغط عندك على حاجة اسمها، بتروح في جنب كده، تروح عندك على حاجة اسمها الفاتورة وعمليات الدفع. هتضغط عليها ضغطة كده لحد ما يواجهك لصفحة الدفع بتاعتك. فانت في الجنب كده بتروح عندك على حاجة اسمها اضافة اموال. طبعا الطريقة دي تقدر تستخدمها عندك على التليفون، هيظهر بنفس الاسلوب ده، او الكمبيوتر بيظهر نفس الاسلوب ده. فدلوقتي بتضغط عندك على إضافة أموال وبتبدأ تضيف الفيزا بتاعتك، أو بتضيف مثلا حساب فوري، أو بتضيف حتى كمان فيزا ميزة عادي جدا اللي هي اللوكال كاردز اللي هي البطاقات المحلية. فدلوقتي مثلا على سبيل المثال هتضيف رقم مثلا ونقول 2000 جنيه، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة التالي بعد ما تيجي تحدد بطاقة الائتمان بتاعتك، وبعد كده بتضغط عندك على دفع لحد ما يجي يتم إضافة الأموال بالشكل ده كده، بعد ما تكتب رقم البطاقة وتكتب السي في في والسنه اللي موجودين في البطاقه. طبعا بعد ما تنتهي من العمليه دي انا هضيف مثلا الارباح بتاعتي، وبعد كده بروح عندي عفوا بضيف المبلغ بتاعي، وبعد كده بروح عندي على الحملات الاعلانيه، هضيف المبلغ كده واروح للحملات الاعلانيه وهرجع لك من جديد. تمام كده انا ضفت الفلوس بتاعتي، ضفت ال 2000 جنيه بعد ما كتبت اضافه اموال وحطيت الفيزا، بعد كده بروح عندي على الحملات الاعلانيه. ونبدا نعمل حساب او نبدا نعمل اعلان عفوا على الانستجرام. دلوقتي انت محتاج تطبقي الانستجرام بتاعك، انك المفروض تربط الانستا بتاعك بالفيسبوك، يعني يفضل انك تربطه بالفيسبوك. لو مش مربوط بالفيسبوك فانت بتروح مثلا على المنتج او الحساب اللي انت عاوز تعمله ترويج، وبتعمل ترويج للمقطع، او حتى كمان انك عايز تعمل ترويج لصوره او منشور زي ما انت شايف كده. هعمل ترويج، هضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بيفتح لي الصفحه دي. واللي انت هتلاقيه هنا برضو هتلاقيه هنا، بس انا بضيف في مدير الاعلانات بحيث ان انا الاقي تفاصيل اكتر. فانت خليك في مدير الاعلانات. دلوقتي بتضغط عندك على كلمه انشاء، وبعد كده بقول لك هنا الهدف من الحمله الاعلانيه الوعي، الزياره، التفاعل، العملاء المحتملون، ترويج التطبيق، المبيعات. لا، خليك في التفاعل. يفضل انك تخليك في التفاعل، سواء انت كنت عايز تكبر الاكونت بتاعك او عاوز تبيع منتج. دلوقتي بنضغط عندنا كده على التفاعل، بعد كده بنضغط عندنا على متابعه. هنا بيقول لك حمله اعلانيه يدويه، اختار الحمله الاعلانيه اللي يدويه بلاش الموصى بها. بعد كده بتضغط عندك على كلمه متابعه. هنا بقى يبدا يفتح لك صفحه بيقول لك هنا حمله اعلانيه جديده بهدف التفاعل. سيبها زي ما هي، عايز تغيرها غيرها براحتك. هتنزل كده شويه تحت، وبعد كده بتضغط عندك على كلمه التالي بعد ما تسيب كل حاجه زي ما هي، ما تلعبش في اي حاجه في الصفحه الاولانيه. هتروح عندك على التالي. الصفحة التانية بقى بيبدأ هنا الشغل شوية. هنا بقولك اسم المجموعة الإعلانية، بتخلي مثلا هنا إعلان، مثلا نخليه إعلان على الانستجرام، تمام؟ وبعد كده بتنزل تحت هنا واجهات الرسائل، بتخليها زي ما هي، تمام؟ بعد كده بتنزل تحت كده شوية بقولك هنا علم على الفيسبوك، عفوا على الماسنجر. طبعا ربط صفحة الفيسبوك هنا لوحده، فاحنا مش هنعمل إعلان لصفحة الفيسبوك، خلي بالك. هنا بيقول لك الماسنجر، لا الغي الماسنجر، او نضغط عندنا الاول على الانستجرام وبعد كده بنلغي الماسنجر. هيظهر معاك بالشكل اللي قدامك ده كده. هنا بيقول لك رقم التليفون بتاعك، عايز تعمل له ربط رقم التليفون او بربط رقم اخر، ممكن تسيبه زي ما هو عادي جدا. دلوقتي هتنزل تحت كده يقول لك هدف الاداء، سيبها زي ما هي. التحكم في عرض الاسعار برضه سيبها زي ما هي. خيارات اضافيه نشوف كده في حاجه مهمه فيها ولا لا.
قال لك نوع العرض الإعلان القياسي سيبه زي ما هو. دي كده الميزانية، في الميزانية اليومية وفي الحملة كلها. الحملة كلها بيبقى على الأقل خالص إنك بتضيف مبلغ في حدود 4590 جنيه، يعني حوالي 5000 جنيه انك عشان تعمل حملة كلها. الحملة كلها دي بتقعد معاك ممكن نقول من اسبوع لشهر على حسب ما انت تحدد وعلى حسب الريتش اللي يوصل لك هنا. فانت يفضل انك تخليها حملة او الميزانية كلها، يعني الحملة كلها تمام، يعني ممكن تخلي ميزانية تجمع كده فلوس علشان تقدر تعمل حملة اعلانية كاملة. لكن لو انت عايز تعمل اعلان يومي او حملة يومية بتختار هنا ميزانية يومية، وعلى سبيل المثال ما تصرفش في اليوم اقل من 200 جنيه طبعا عشان تقدر توصل لريتش كويس محترم، وكمان تقدر توصل لناس بتحس على التفاعل معك. هنا بقول لك تاريخ البدء، اقول لك هنا 30 نوفمبر لحد 30 ديسمبر، ده ممكن يكون شهر، لا احنا عايزين نخليها مثلا اسبوع، ونفترض مثلا هنخليها اسبوع، نروح كده عندنا في شهر ديسمبر، وبعد كده هنا نخليها يوم 7 ديسمبر تمام. طيب دلوقتي هنا بيقول لك جدولة الحملة الإعلانية، نخليها هنا 7 ديسمبر زي ما احنا قلنا. جدولة الحملة الإعلانية لا خليها زي ما هي. هنا بيقول لك عناصر التحكم في الجمهور، تخلي كل حاجة برضو زي ما هي. المواقع بتضغط عندك على كلمة تعديل، وخلي بالك هنا انك لو عاوز تعمل في مصر كلها انت بتختار مصر كلها طبعا بشكل تلقائي، بيختار مصر كلها، بيحدد على ايجيبت تمام. لكن لو انت عاوز تعمل في النطاق اللي حواليك، او مثلا في محافظة وانت عاوز تعمل اللي حواليها، فانت كل اللي عليك مثلا بتعمل الغاء هنا، وبعد كده بتضيف الموقع. على سبيل المثال ان انا هضيف القاهرة تمام، هو على طول بتضغط عندك على كلمة تصفح، نحاول نكتب القاهرة تاني تمام، ظهر معايا محافظة القاهرة، وبعد كده بتضغط عندك ضغطة واحدة كده هيبدأ يظهر لك دايرة بالشكل ده كده اللي قدامك ده. فانت بقول لك هنا 40 كيلو من القاهرة، يعني مثلا انت عاوز تاخد الاعلان يظهر للقاهرة والمناطق اللي حواليها تمام. طيب دلوقتي انا عاوز اعمل تضييق للنطاق شوية، بتروح عندك على العلامة ال 40 كيلو دي وبتبدأ تزود او تقلل، يعني مثلا ده كده بعيد عن القاهرة ب 60 كيلو، لو جيت تروح كده بعيد عن القاهرة بحوالي هنا 73 كيلو، شوف كل ما تيجي توسع المكان هيخش دلوقتي على المنصورة. فانت دلوقتي كل ما تيجي توسع النطاق كل ما يبقى الفلوس زيادة معك شوية، فانت حاول تقلل النطاق كده بحيث ان هو يكون في نطاق القاهرة او المناطق كمان اللي حواليها، يعني خلي الاعلان يظهر في الشيخ زايد وعندي كمان في الشروق وقاهرة جديدة وحلوان، ممكن نخلي الاعلان يظهر بالشكل ده كده. انت برضو لو خارج مصر بتعمل نفس الطريقة. طيب دلوقتي انت كده بتنزل تحت شوية، خلصنا كده من موقع او المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه الاعلان. هنا بيقول لك عرض اختيارات اضافية، هنا بيقول لي هنا الحد الادنى للعمر خليها 18 عام، استبعاد الجماهير لا خلي كل حاجة زي ما هي، اللغات خليها كل اللغات، لا ما بلاش نزود على نفسنا ونخلي مثلا اللغة العربية واللغة الانجليزية. طبعا انت بتقول في ناس ما بتتكلمش باللغة الانجليزية، ليه هكتب اللغة الانجليزية؟ الفكرة كلها ان ممكن حد يكون عامل التطبيق باللغة الانجليزية فلازم يظهر معاه الانجليزية كل، فلازم يظهر معاه الاعلان. يعني مثلا ممكن تلاقي حد عامل التطبيق باللغة العربية تطبيق الفيسبوك، ممكن تلاقي حد كمان عامل تطبيق الفيسبوك باللغة الانجليزية، فانت خليك في الاثنين بس وما تقطرش على نفسك. دلوقتي هتنزل تحت كده بقول لك هنا الجمهور، لا احنا عايزين نختار الجمهور بتاعنا احنا، بتنزل تحت كده حاجة اسمها على المواضع، تسيب كل حاجة زي ما هي وتقول له هنا المواضع اللي هي اليدوية، تختار بتعمل لها تعديل، وبعد كده تختار مواضع يدوية تمام. هتنزل تحت كده شوية هيبدأ هنا بشكل تلقائي بيحدد معاك الانستجرام، ولك هنا هيظهر في الموجز زي ما انت شايف في الجنب هنا، وكمان هيظهر في الريلز زي ما انت شايف هنا، ده البوست اللي احنا هنعمل له ترويج. دلوقتي كده بتنزل تحت كده شوية كمان بتقول له عرض اختيارات اضافية، طبعا تلاقي كل حاجة مقفولة، انت مش هيدفع لك الا الاثنين دول. قالك هنا الاجهزة المحمولة قول له الكل، فقط عند اتصال شبكة الواي فاي قول له لا زي ما هو، سيب كل حاجة زي ما هي كده تمام. دلوقتي ادا كده معدل الوصول بتاعنا زي ما انت شايف قدامك، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة التالي. بعد كده هيحولك بقى معانا للصفحة دي، بتلاقي في حاجة اسمها اعداد الاعلان، بقولك هنا انشاء اعلان سواء كان صورة او فيديو، لا احنا مش محتاجين انشاء اعلان، بتضغط عليها وبتختار استخدم المنشور الحالي.
مجرد بس ما بتيجي تضغط عليها بيحولك على تصميم الاعلان، بيقول لك هنا تحديد منشور او بوست. دلوقتي بتختار بقى المنشور بتاعك على الانستجرام، تروح عندك على الانستجرام ده كده الفيسبوك بتاعنا، بتروح عندك فوق هنا على الانستجرام، وبعد كده بتختار مثلا البوست ده، تمام؟ وبعد كده بتقول له هنا متابعة. طبعا بعد ما تيجي تضيف المنشور بتاعك او تضيف البوست بتاعك بتنزل تحت كده شوية بيقول لك هنا التصميم او التحسينات، قالب الرسالة سيب كل حاجة زي ما هي كده، ممكن تعدل على قالب الرسالة اللي انت عاوز تعمله، عاوز تلغيه دي حاجة ترجع لك انت، تنزل تحت التتبع سيب كل حاجة زي ما هي، وبعد كده بتضغط عندك على كلمة نشر وبتنتظر حوالي ساعة او ساعتين لحد ما يتم الموافقة على البوست بتاعك او الاعلان الممول بتاعك على الانستجرام. وكده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش دعم اللايك وسبسكرايب، مع السلامة.